أنت كنت في الولاية السادسة هكذا في الصحراء، نعم نعم كيفاش عايشت المرحلة هذيك؟ لا سيما هو أنه إحنا رانا سمعنا باللي كاين هناك، بحكم هو أنك أنت راك يعني موجود في هذه المنطقة السادسة، سمعنا هو أنه قبل ما يجي هواري بومدين ينزل يعني من جيش الحدود وينزل يدخل العاصمة، كانت هناك يعني اجتماعات، كانت هناك لقاءات. سمعنا أيضا هو أنه في المنطقة هذه السادسة هو أنه تم الغدر بمجموعة من الناس اللي هما كانوا منضوين تحت مصالي الحاج، تم الغدر بهم، بحكم هو أنك أنت راك موجود يعني في المنطقة هذه، المنطقة السادسة، إذا كان ممكن هو أنه تنورنا بهذه النقطة هذه. إيه معلوم، راح نحكي لك. عندما لبست يعني البدلة العسكرية انضممت إلى القسمة 76 التي كان يرأسها المساعد علي بن بوزيد، لا أدري إذا كان حيا أو يعني. المهم أنا كنت كاتبا لدى محافظ سياسي اسمه ساسي عطيف، وفي نفس الوقت كنت نائبا له. ويعني هذه الحادثة نتاع شعباني سأحكيها لك، لكن بكل موضوعية، أنا ما عندي ما بيني وبين شعباني حتى شيء. يعني لست ضده، او المهم، وانا كنت في ولاية جلال. هو اقام احتفالا في بلدة الشارف، هذه ليس ببعيد عن جلفة، وهذا الاحتفال حضره كثير من العلماء والاعيان والضباط، من بين الضباط احمد بن ابراهيم، وشعباني كان مع نوابه يعني شريف خير الدين وسليمان لكحل وعمر صخري، رواد. ولكن لم يحضر الرائد محمد قنتار والرائد حسين ساسي، لم يحضر، لا أدري لماذا. المهم كانت العلماء، كان العيفاوي، الشيخ العيفاوي، أحمد بن سلامة، عامر محفوظي، المفتي نتاع الجلفه عبد القادر الشطي وتلامذته، وكانت يعني حتى البرعمر الله يرحمه كان حاضر هذا الاحتفال. وكانت الجيوش، جيش عبد الله السلمي الذي يتكون من 750 جندي من بينهم الضباط طبعا، وكان جيش البشير الغواطي فيه 300 تقريبا، 300 جندي يعني. وكان احتفال كبير، يعني أول احتفال بعد استقلال الجزائر، وكانت العروض يعني والجيوش، والمهم الناس يعني تعبر لبعضها بعض يعني بالود والمحبة، وكان يعني من بين الآيات التي يعني ذكرت عفى الله عما سلف، محاسن العفو والمصالحة، هذه كلها يعني قيلت في المنصة. وكان شعباني عندما يعني تناول الكلمة كان يشكر في الضباط، الكولونيل أو رايد، لا أدري رايد أو كولونيل، المهم عبد الله سلمي، العقيد عبد الله سلمي والعقيد بشير الغواطي، وكان يشكر فيهم شعباني ويذكر في صفاتهم وبالبطولة والوطنية، وقال لهما يعني وللجنود جنودهما ولجيوشهما أنه يعاهدهم أن دماءهم يعني محفوظة يعني، وأعراضهم مصانة، ولا يخشون أحد من الآن، وأنهم من الآن فصاعدا في أمان الله.
وأنهم جزءا لا يتجزأ من جيش التحرير، أعلن الانضمام وأعلن المصالحة والاتفاق، وما كانش لا حركة وطنية، كان جيش التحرير. الآن راكم جزء من جيش التحرير وخلاص، وانتهت والناس فرحة والغناء والرقص والأناشيد. ثم بعد ذلك قبل انتهاء الاحتفال طلب منهم تسجيل الجنود حتى يعرفها، وقال لهم من أراد أن يبقى في الجيش فله ذلك، ومن أراد أن يخرج من الجيش فيتفضل يسجل نفسه ويمد سلاحه، يضع سلاحه ويروح، راح حر. هيا وبدأت يعني عمليات التسجيل، سجلت الجنود كلهم واللي كل واحد مبتغاه، وانتهى الاحتفال. لكن مع الأسف بعد الاحتفال أعطيت أوامر، أنا ما حضرت في الأوامر وما سمعتش، ولكن باينة، لأن هذيك 1000 جندي بتاع البشير الغواطي وعبد الله السلمي كلهم ماتوا، وضيع عليهم بالرصاص بالخنق بكل وسائل الموت والإبادة. وأنا حضرت، أنا حضرت في موت وتعذيب شخص عن الشامخ الله يرحمه وعبد الرحمن غربية، هذه في ولاية جلال، لأنهم وزعوا الجنود كلهم، وزعوا على المراكز وعلى السكنات بتاع الولاية السادسة، وخاصة في الجلفة وشلالة ومسيلة وبسكرة وولاية جلال وبوسعادة، وحيثما دخلوا قتلوا، قتلوا سواء بالتعذيب أو بالذبح أو بالرصاص. المهم أنا حضرت في قتل عبد الرحمن غربية والشمخ. المهم شفتهم كي قتلوهم؟ أنعم أنعم سبحان الله، وأنا كيفاش الشهادة قتلوهم؟ لله. كيفاش هذوك قتلوهم؟ وين هم الناس هذوك اللي قتلوهم؟ نعم تفضل. هاني يعني هذوك أنا نحكي لك، يعني على كل حال هما الناس هما جنود، جنود وأنا كنت معهم، هذه في ولاية جلال، راهم كاينين اللي ماتوا في طول، كاين اللي ماتوا في بسكرة، لا هذو في ولاية جلال، جاوا لولاية جلال عبد الرحمن غربية في ذاك الوقت، غير اللي يدخل سبيل يروحوا يجروا ليه، يحسبوه من هذه الخونة اللي مازالوا ما ماتوش ولا اللي لازمهم يموتوا، فهمت؟ على كل حال جاوا هذو جوج عبد الرحمن غربية، جاوا في سيارة، والله ماني عارف، ما نسيت السيارة هذه اللي جاوا فيها، غير شافوهم نزلوا من السيارة جاوا يجروا، يعني شامخ بعدوه شوية عليا واحد 10 مترات، كاينه زنزانه هناك، زنزانات هناك، ما دخلش في الزنزانه، نظن بقى برا، اختار نسمع في وعبد الرحمن غربيه امامي، بداوا طاحوا عليه، يجي واحد 6 ولا 7 جنود بالضرب، انهاروا عليه بالضرب، يعني بالعصاب بالاحذيه باليد، وهو مسكين يبكي ويصرخ يا خاوتي واش درت، يا خاوتي واش درت، لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى نخرجت الروح وانا نشوف، ولكن هم معايا يعني اشتبكوا معايا، قالوا لي انت علاه ما تضربش، علاه ما تعذبش، قلت لهم واش دار هذا حتى نضربه انا، واش دار؟ قالوا لي خاين، قلت لهم خاين، الان رانا في الاستقلال، كش ما بقات خاين ولا مخلص، ياك الجزائر استقلت الحمد لله ومات الملايين، مازلنا نزيد ونضيفوا ثاني اموات على الاموات اللي خسرناها، خلاص هذا راه مازال ما ماتش، وما راهم يضربوا فيه وانا نتكلم معاهم هكذا، حتى مات امامي على كل حال، ما فيهاش يسمى هذا الناس اللي هم مدوا الامان غدروهم وقتلوهم، هكذا هكذا اللي مد الامان هو اللي قال لهم قتلوهم، اللي مد الامان شحال كانوا هما هاد الناس اللي قتلوهم؟ يعني حوالي 1000، حوالي 1000 واحد، ولا اللي قتلوه، لا اللي ماتوا حوالي 1000، اللي قتلوهم، اللي قتلوهم حوالي 1000 جندي، 700 نتاع عبد الله السلمي و 300 350 البشير الغواطي،